السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. قلت سيدا إن ذكرت الشاهي. راح أتكلم اليوم عن برامج مكافحة الفيروسات على جنو لينكس، تمام؟ نظرا لهذا السؤال كثير يجي من أي شخص طبعا منتقل من ويندوز. طبعا أنا كنت واحد من الناس اللي كنت أعتقد إنه في فيروسات أو في برنامج مكافحة الفيروسات، لأنه ما كنا نقدر نستخدم ويندوز إلا عندنا برنامج مكافحة الفيروسات، بينما برنامج مكافحة الفيروسات عبارة عن شيء روحي فقط، ما يبي يسوي شيء، لأنه أعتقد إنه هو نفسه فيروس. طبعاً الاعتقاد شخصي، وفي ناس كثير بتنتقد هذا الكلام داري وعادي، لأنه أساساً غير مبني على أدلة. طيب، هل نحتاج إلى برنامج مكافحة الفيروسات على نظامنا جنو لينكس؟ لا. هذا الجواب المختصر، طبعا راح اثبت بعض الاشياء علشان بعضكم يستريح. ادري شكله مقرف صراحه شوي، لكنه لذيذ جدا. البرنامج مكافحه الفيروسات على ويندوز ليش نثبته؟ يفترض انه يلغي الفيروسات اللي جاي عن طريق الانترنت والبرامج والشغلات زي هذه، ولكن الاشكاليه بالفيروس انه عنده قدره انه يشغل نفسه ويسوي شيء وانت ما تدري. هذه مشكله الفيروس، ولكن على جنو لينكس تحديدا، تمام، الفيروس ما يقدر يشغل نفسه. ليش؟ لأن الفيروس يحتاج إلى البرنامج يحتاج إلى صلاحيات، والفيروس عبارة عن برنامج أصلاً، فعلشان يأخذ الصلاحيات هذه لازم المستخدم نفسه يعطيه الصلاحيات، تمام؟ فإذا أنت شغلت الفيروس بنفسك، تمام؟ أوكي، ضريت نفسك، ولكن تلقائياً ما بتحتاج. طيب، الجواب الرقم واحد، هل أحتاج إلى برنامج مكافحة فيروسات؟ كمستخدم عادي يومي لا تحتاج إلى برنامج مكافحة فيروسات، ولكن كمستخدم عنده سيرفر تخزين ملفات وخايف على الملفات لما تنتقل الى مستخدمين ويندوز يكون فيها فيروسات، هنا تحتاج. ايش اقصد بالكلام هذا؟ اقصد انه ممكن ان تكون نقطه نقل فيروسات، فمثلا جاك فيروس عن طريق مستخدم ويندوز، تمام، عادي، امر طبيعي جدا. ممكن يجيك عن طريق السامبا كمشاركه ملفات، او عن طريق ملف مضغوط، او ايا كان، فكيت عندك هو ما بيشتغل الفيروس اساسا. الفيروس اذا كان مصمم للويندوز ما بيشتغل على جنو لينكس، تمام. طيب، جاك الفيروس هذا، انت قمت واعطيت هذا الملف الى شخص ثاني، الشخص الثاني عنده ويندوز، الان انظر وصار عنده فيروس. طيب، النقطه اللي بالوسط هذه عباره عن سيرفر. اذا كنت عندك سيرفر، اوكي، تحتاج لبرنامج مكافحه فيروسات على السيرفر، وبرنامج مشهور جدا اسمه كليم اي في، مجاني، تمام، ويكافح فيروسات الويندوز. ولكن انت كمستخدم عادي لا تحتاج الى برنامج مكافحه فيروسات اطلاقا، لانك انت ما راح تنظر. جبت لكم مثال بسيط راح ناخذ عليه تجربة علشان نشوف ليش الفيروس ما يشتغل، عشان نقنع اللي ما يقتنع، اوكي؟ طيب، بسم الله. جبت برنامج اسمه انت كوك، طبعا برنامج انت كوك مستخدمه عندنا بالدراسة، مختصين باللغة الانجليزية يعرفونه، تمام؟ الجميل بالموضوع انه في نسخة للنظام، يا حلو. طيب، ممكن نروح الحين نشوف الانت كوك، تمام؟ خلينا نفتح الطرفية اول، بوب، مصغر وجهي شوي، اوكي؟ طيب، راح نفتح الطرفية الحين، وندخل على سطح المكتب. ديسكتوب نايوتيلس، اوكي. طيب، الان انا على سطح المكتب، جميل، هذا سطح المكتب حقي، اوب، هذا سطح المكتب. طيب، هذا الاند كوك زي ما انتم شايفين، هذا البرنامج، ملف مضغوط. جيت فتحت البرنامج هنا اكستراكت هير، طبعا هذا الملف عباره عن ملف باينري، هذا يعني انه قابل للتشغيل مباشره، تمام. تشغيله عن طريق ضغطه واحده هنا، لاحظ اني حافظ ضغط الحين راح يشتغل البرنامج. طيب، هذا البرنامج يشتغل. طيب، كيف يشتغل؟ لأني أنا كمستخدم قمت وفتحت هذا البرنامج، تمام؟ أما البرنامج إنه ينزل نفسه ويشغله، لا. طيب، كيف أتأكد يعني؟ كيف أدري؟ يعني المشكلة بالفيروس إنه إذا نزل على النظام في مستخدم ثاني قد يكون منزل على الكمبيوتر، أو أسباب كثيرة، تمام؟ هي اللي تخلي البرنامج هذا يشتغل، تمام؟ لكن لو لاحظنا صلاحيات هذا البرنامج وسوينا LSLA، تمام، راح نلاحظ ان صلاحيات البرنامج هذه كالتالي، انه قراءه كتابه تشغيل، قراءه كتابه تشغيل للمالك وللمجموعه، ولكن اي شخص خارج المجموعه لا يمكن انه يشغل هذا البرنامج، لا يمكن، تمام. طيب، ما ادري، خلونا نسوي مستخدم سريع ونشوف الان. لو جيت وسويت الطريقه هذه، كتبت اند كونك، تمام، طبعا هو 3 4 3 2 4، ايوه، تمام، وضغطت انتر، الان راح يشتغل البرنامج، انا اللي شغلت البرنامج، اوكي، هذا البرنامج عندنا. طيب، خلونا نضيف مستخدم جديد من باب التجربه فقط، يوزر اد، نحطه بجروب غير الجروب اللي موجود عليه، بالله بلاش نحدد الجروب لانه راح يكون على مجموعه يوزرز، تمام، اوكي، ما عندك مشكله. يوزر اد،
ما بلازم نحطه مجرد هوم بعد، نحطه بس شل بن باش اوكي ونسميه تيست ثلاثة كثر ما سويت تيست انا. طيب راح يطلع من الباسورد. طيب سودو يوزر اد اس بن باش تيست ثلاثة اوكي. انا راح نضيف المستخدم الجديد، نعطيه باسورد سودو باسورد تيست ثلاثة، نعطيه الباسورد. طيب الان راح اكتب سيو تيست ثلاثة عشان ادخل انا كمستخدم هذا اللي هو تيست ثلاثة اوكي. طيب نسوي كليه ونشوف ايش راح يصير الحين. الان لو جينا واعطينا او سوينا ls بالاصح تمام، ls la تمام اوكي، انا الان موجود على الديسكتوب اوكي. طيب لاحظ معي عزيزي اني اولا المستخدم هذا تيست، لازم نشوف المجموعات حقت المستخدم هذا جروبس اوكي. هذا المستخدم مجموعاته هي مجموعه تيست فقط، لو كبرت لكم الغط شوي زين راح تلاحظون مجموعته هي مجموعه تيست 3 اوكي. طيب راح اجي واقول انت، راح تلاحظ اني اساسا ما اقدر اكمل، لكن لو اخذت اسم البرنامج زي ما هو هنا حاولت اشغله قال لك permission denied غير مسموح لك. هنا قوة النظام اللي هي التصاريح، لذلك لا يمكن لأي شخص انه ينزل برنامج على جهازك وشغله الا في حال انه كان عنده صلاحيات وما في غيرك تستخدم الجهاز لا تخاف. هذه هي فكرة البرمجيات والحرة والفيروسات تمام. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. لا تحتاج إلى برنامج يكافح فيروسات إطلاقا تمام، إلا في حالة واحدة فقط، أنك عندك نقل ملفات من ويندوز إلى ويندوز ثاني تمام، فتكون أنت عبارة عن نقطة وسيطة وخايف أنك تنقل الفيروس فقط. لكن إذا ما عندك مشكلة تنقل الفيروس، هذا الشيء اللي يعني أنبسط عليه إنه أنقل الفيروس عشان يخرب الجهاز ذاك، ثم إذا خرب أقول له تعال استخدم جنو لينكس في فيروسات ثم يجي. طيب خلاص نشوفكم إن شاء الله بالدرس الجاي، مع السلامة.